في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الجنائية بالتنسيق مع فرقة كافحة التجارة الغير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، وتحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، من تفكيك شبكة إجرامية يمتد نشاطها إلى خارج الولاية وتخصصها في تهريب واستيراد وحيازة شحن نقل وتخزين المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي بطريقة غير شرعية لغرض البيع. العملية أسفرت عن توقيف شخصين يتراوح أعمارهم ما بين 38 و 45 سنة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمقدر عددها ب 62,755 كبسولة ومبلغ مالي يفوق 264 مليون سنتيم.